تنضم إلينا من بغداد دكتورة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي. أهلا بك دكتورة. إلى ما يشير هذا الاستهداف لقاعدة عين الأسد في هذا التوقيت تحديدا دكتورة؟ تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. طبعا هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها قصف هذه القاعدة، ولكنها جاءت في هذا التوقيت بالذات كنوع من أنواع الردود من جانب محور المقاومة الموجود في العراق لرفض التام، ويعني الآن وسابقا، لتواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية. ولو عدنا أيضا للفترات السابقة، كان هناك هجوم بين فترات متواصلة قريبة على أي قاعدة أجنبية موجودة في العراق. إزاء هذا الهجوم كان هناك تصريح من جو بايدن أنه أي هجوم سوف يتم على أي قاعدة داخل العراق سوف يكون رد مباشر للولايات المتحدة على هذا الهجوم. هذا مما يعني نحن اليوم أمام تصعيد في الداخل العراقي، من المحتمل أن تكون هناك ضربات من قبل الولايات المتحدة على مواقع وأهداف معينة على الأراضي العراقية. هذا طبعا مغاير لما تذهب إليه الحكومة الحالية من محاولة التهدئة وعدم أن يكون هناك يعني رأي غير رأي الحكومة داخل الأراضي العراقية والنائب العراق عن التصعيد الحاصل في المنطقة، إلا أن الأمور تتصاعد في وتيرة سريعة، ومن ثم أن التوترات في المنطقة ألقت بظلالها على الواقع العراقي. هل يمكن اعتبار هذا الهجوم هو جزء من الرد الإيراني وحلفاء إيران على ما تم في الأيام السابقة من اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، كذلك أيضا فؤاد شكر من حزب الله؟ لا، هو إيران يعني هي واضح جدا موقفها أنه سوف يكون لها رد مزوي، يعني مدمر أو مزلزل، أو هذه التصريحات التي كانت تطلق من الجانب الإيراني. هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه، ولم يأتي أنه بصورة مفاجئة. كانت هناك في الفترات السابقة هجمات أيضا، فبالتالي هذا الرد بمعزل عن الرد الإيراني أو موقف إيران أو الهجوم المزعم الذي سوف تقوده إيران على الداخل الإسرائيلي ضمن قواعد الاشتباك. أعتقد أن اليوم محور المقاومة في المنطقة بصورة واضحة لن يكون هو المسؤول عن الرد. نعم. إذن من برأيك المسؤول عن هذا الهجوم؟ يعني الجهات الرافضة تواجد أي قوات أجنبية على العراق، وأعلنت هذا مرارا وتكرارا. نعم، خاصة وأن هذا الهجوم يأتي بعد أكثر من أسبوع من استهداف مواقع عسكرية داخل العراق، هل له علاقة بهذا الهجوم؟ يعني هو أي فعل عسكري داخل الأراضي العراقية قباله سوف يكون رد عسكري آخر، هذا واضح. بالتالي أن هذا الهجوم الذي يعني كان يوم أمس هو رسالة واضحة من جانب محور المقاومة والفصائل المسلحة في العراق أنها رافضة تواجد قوات التحالف، وهو أيضا رسالة مباشرة إلى الحكومة العراقية بالإسراع بتنفيذ ما وعد به من جدولة لإخراج أو تنظيم العلاقة بين العراق وقوات التحالف الموجودة على الأراضي العراقية. فبالتالي هي كنوع من أنواع الردود الاستباقية في المنطقة لأجل أن يكون هناك موقف واحد من قبل الجانب العراقي إزاء تواجد هذه القوات على الأراضي العراقية. الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت تقوم بحشد قواتها وترسل الكثير من التعزيزات العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط لحماية إسرائيل من هذه الضربة المزمعة من جانب إيران أو من حزب الله، وكذلك أيضا من المنتظر أن يشترك فيها الحوثيون في اليمن. هل هذه الهجمات الجديدة على عين الأسد يمكن أن تؤدي لمزيد من التصعيد ومزيد من الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة؟ يعني لا أعتقد أنها سوف يعني تأخذ الأمور هذا المنحى، لأنه يعني ذكرنا أنه هناك عدة هجمات سابقة كان
الرد على هذه الهجمات هو استهداف شخوص معينين مهمين لهم ثقل في الجناح العسكري ومن ثم في الفصائل المسلحة. يعني هو الولايات المتحدة تذهب لاستهداف أهداف معينة بحد ذاتها، لا أن تذهب لتحشيد وهجوم. وهذا الموضوع التحشيد الحاصل في المنطقة هو بسبب تداعيات الرد الإيراني، أو يعني أن تكون هناك نوعا ما من الخطط الاستباقية لحماية إسرائيل من الرد الإيراني الذي أصرت إيران أنه سوف يكون مزلزل ومدوي ومن ثم يكون يعني في العمق الإسرائيلي. بالتالي الجميع ينتظر ما تقول إليه الأمور، التحشيد العسكري الحاصل في المنطقة لأجل أن تتجنب أو أن يكون هناك نوع ما من الردع العسكري. نعم. أو يعني الرد الإعلامي المسبق. وهناك نقطة مهمة، أنه جو بايدن قد ذكر لإسرائيل في الوقت السابق أنه لن يشارك بأي حرب ضد إيران لأن هناك سوف تكون لها تبعات، بما معناه أن الردود سوف تكون ضمن قواعد الاشتباك العسكرية وسوف تكون محددة، لا أن تذهب المنطقة بأكملها للاشتعال لأنها اليوم المنطقة بأكملها على صفيح ساخن. أشكرك على كل هذه التحليلات دكتورة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.